من يضمه الامر وبالاخص رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير التربيه بعد الظروف التي مر بها البلد من تعطيل الدوام وجائحه فيروس كورونا، نطالب من طلاب السادس الاعدادي بعد الانفاق وتهميش مطلبنا. خرجنا الى تظاهرات مطالبه بقرار معدل التراكم والاختيار او التاجيل الى شهر التاسع. طلاب السادس الاعدادي امام وزاره التربيه نطالب بالمعدل التراكمي الاختياري، ذلك ضمن الحقوق اللي يستحقها الطالب بسبب جائحه كورونا. احنا خلينا وزير التربيه وباستطاعتنا نشيله من المنصب، نشيله من المنصب، نشيله من المنصب. احنا وزاد منتظر الزيدي سنرفع دعوة قضائية ونشكيك الى الامم المتحدة.